من عبر الهاتف مع دكتورة فاطمة الملحم، رئيسة حملة الكشف عن سرطان الثدي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. مساء الخير، أهلا بك معنا. في حالات أكثر من غيرها تصل فيما يتعلق بالأسباب الرئيسية هي الصبغة طبعا وما تحمله من كيماويات كمواد. يسعد مساكم. أولا ما نبي نقول من الأسباب الرئيسية الصبغة، هذه دراسة محدودة عملها جراح بريطاني اسمه كفاح مقبل على شريحة من السيدات، وقال إنه هناك إمكانية زيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي في السيدات اللي يصبغوا أكثر من 6 مرات في السنة. أنا بطبعي لا أحب التعميم، يعني إحنا كم لنا من عقود النساء تصبغ، لا توجد دراسات كبيرة تثبت هذا الكلام. هو عامل دراسة على شريحة كم سيدة وأعلن هذه النتائج، لكن الواضح أو اللي إحنا نعرفه أنه أي شيء خارج عن الطبيعة فيها كيماويات أكيد تؤثر على الصحة العامة. وقبل كذا كان في دراسة تقول أنه ربطت بين الصبغة والأمونيا وسرطان المثانة. هو ما يقول لك أن هي تصيب، لا يقول لك لاحظوا أنه في هذول الشريحة الستات اللي تصبغ مثلا في ارتباط، ولا هم عارفين حتى يحددوا نوع الربط، يعني تزيد الإمكانية. أيوة. طيب تحددوا نوع الربط، يعني هم غير لم يحددوا بعد؟ قلتي لأنه أنا أريد أن أسأل هذه النقطة، لماذا قلتي المثانة تؤثر وهذه الدراسة أيضا ربطت بسرطان الثدي بالأخص أو أكثر من أي نوع سرطان آخر، لماذا؟ ما هذا هو اللي أقول إنه هو الدراسة اللي قام بها هذا الرجل لم يحدد أولاً نوعية، يعني إيش اللي ما هو المسبب، مثلاً الأمونيا إيش هو المسبب اللي عمل أو يعني اللي خلى إنه الإصابة هي سرطان ثدي. لم يحدد في دراسته، لم يعلن ما هو الرابط بين الصبغة اللي هو الأمونيا، لم يحددها في الدراسة. هو كانت الدراسة عامة، يعني هو قال إنه نسبة تقريباً ظهر 4000 سيدة درس فيهم أنهم السيدات اللي يصبغوا عندهم ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الثدي، ولم يحدد الرابط. فأنا عشان كذا أقول دائما إحنا لا نأخذ دراسة، يعني هو مين اللي شهر هذه الدراسة؟ الإعلام صراحة، يعني أنا من يومين بدأ الواتساب صبغة الشعر ولا، لكن ما هي الشريحة؟ ما هي نوعيات السرطان؟ كم عدد السيدات اللي درسوا؟ الدراسة عشان تكون قوية لازم يكون فيها أعداد كبيرة وفولو أب، يعني مو لمدة يعني صار في زيادة بنسبة 14% وفق الدراسة حقته. هذه في الشريحة حقته اللي هو صحيح، وأكثر عن الألوان داكنة، يعني الأشقر أفضل. هو قال في نوعين، لا هو مو الأشقر أو الأسمر، قال إنه نسبة شريحة السيدات السمر اللي يصبغون بصبغة سمراء عندهم النسبة ترتفع، والسيدات البيض اللي بيستخدموا ستريتنرز هذول المواد اللي بتفرد الشعر، يعني هو قسمهم الى قسمين. وقال والظاهر ان لها اصول من عندنا اسيويه او شرق اوسطيه، وقال انه العوده الى الحنة او المشتقات الطبيعيه. صحيح. كالصبغه طبعا، يعني لانه خاليه من الكيميائيه دائما. انا اشكرك جزيلا فاطمه الملحم، رئيسه حمله الكشف عن سرطان الثدي بجامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل، شكرا.